الدجاج حكيت لكم كنت ساوي له ندرس الدجاجات والله كان اللي كان يشوفني يقول مجنون حط الاكل الدجاج وحط معهم ساوي له ندرس الله وكيلكم يا احباب ما في دجاجه تنقر قمحها كلهم قاعدين من اول ما يبدا الدرس هو تبي ينتهي نص ساعه خلص الدرس يروي يروي فمرة من المرات دجاجة من الدجاجات نقلت أمها وهز الديك اللي أنا بدبرك أنا بورجيك أنا فهمت عليه لما خلص الدرس هجم على الدجاجة دم ينقرها دم ينقرها حتى نزل الدم قلت لك مشان خاطرك مشان خاطري رفعت سيدها ترك ثاني يوم والله ولا حرك كل الدجاجات خلاص أدبهم دجاج عم يسمعوا الدرس نعم